نعم، بعد حادثة مقتل شخص كان محاولا للدخول إلى تركيا مع مجموعة من الشبان، حدثت مجموعة من التظاهرات والاحتجاجات في الداخل المحرر، مناطق المحرر، وأيضا على معبر تركيا الحدودي، معبر باب الهوى، إضافة إلى موجة عارمة من الاحتجاجات والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا إضافة إلى اليوم يوجد أيضا احتجاجات في معبر باب الهوى لمطالبة عائلة أحد الشبان بتسجيل شخص كانت قد قتلته الجندرمة التركية مع المجموعة السابقة، ولكن بقيت جثته داخل الأراضي التركية. إذا كانت المجموعة قتل منها شخصان، أحدهما دخل الأراضي السورية ثم فقد حياته، وأيضا الشخص بقي في الداخل التركي. وتطالب العائلة الآن، العائلة وأهالي الشاب متواجدون بمعبر باب الهوى، يطالبون بتسليم جثة ابنهم. أستاذ سعود، حتى الآن لم يتم تسليم القتيل والشباب المصابين إلى داخل الأراضي السورية. نعم، منذ يومين تم تسليم 8 أشخاص إلى الجانب السوري، تمام، في منطقة شمال غرب سوريا. أحد هؤلاء الأشخاص فقد حياته بمشفى باب الهوى، تماما. نعم، يوجد شخص آخر غيره، يوجد شخص آخر غيره داخل الأراضي التركية، لم يتم تسليم جثته حتى الآن. طبعا السلطات التركية بعد ساعات من دخولهم إلى الجانب السوري وبعد وفاة أحد المصابين طالبت بالجثة وأيضا بالأشخاص المصابين في الداخل السوري لعودتهم إلى تركيا من أجل الوقوف على الأمر وفتح تحقيق في الموضوع. هل هناك جهات داخلية حقوقية تواصلت مع سلطات النظام التركي للاطلاع على مجريات الحادث؟ لحد الآن لا يوجد أي ردة فعل. طبعا إدارة الشؤون السياسية بإدلب نددت بالأمر وطالبت السلطات التركية بفتح تحقيق بالأمر، وأيضا الائتلاف أصدر اليوم متأخرا أيضا بيان مماثل للأمر، ولكن لم يردنا أي معلومات عن أي ردة فعل من جهات حقوقية. لماذا تتعامل سلطات النظام التركي بهكذا مع السوريين الذين يريدون الملاذ الآمن والهجرة من هذه الأراضي؟ نعم، الحقيقة أن الأمر الذي حدث خلال اليومين الماضيين ليس وليد الأمر هي الجديد، حوادث إنما هو أمر متكررة في الفترة متكرر. الأخيرة أستاذ سعود. نعم، هو أمر متكرر ويحدث بشكل شبه يومي. نعم، طبعا مع ازدياده الاحتقان او العنصريه داخل الاراضي التركيه، ربما يكون رده الفعل الان هي مختلفه. شكرا جزيلا الإعلامي سعود صياع على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من مدينة إدلب السورية.